الغربال فن المؤامرات في العاب الصالات، بس ما خلصناش لسه من مؤامرات الكوره، وما خلصناش من الاتحاد الكوره، ويا عيني على الاتحاد واللي بيعمله اتحاد الكوره. دخلنا في الالعاب التانية فجاه، وهنا دايما بنقول ما يخص الاهلي، عش في كهفك كما تريد، ادعي المظلوميه كيفما شئت، استمتع بفن المؤامره كيفما ترى، لكن لما يتعلق الامر بالاهلي والاساءه للاهلي والتقليل من الاهلي او الاعاز بانه الحاجه بتتعمل فقط عشان الاهلي، بنقول لك لا، نقف مع بعض شويه. كابتن خالد الغندور تبنى حاجه فجاه، قال ان اتحاد السله بيجامل الاهلي وبيعاقب الزمالك عشان خد الدوري. ليه؟ قال لك تصدقوا اتحاد السله قايل الزمالك لو جاب لاعب واحد، ملوش الا لاعب واحد في الصفقات الجديده، ولو جاب واحد غير المسموح له يدفع 4 مليون، والنادي الثاني اللي طالع المركز الثاني يدفع، ملوش الا لاعبين اثنين وبعد كده يدفع فلوس، لكن الاهلي والجزيره عشان طالعين ثالث ورابع ليهم ثلاث لعيبه. ايوه، ما ده الهدف، ان احنا نعلي الاهلي ونوقع الزمالك، ده المنطق اللي اتقال. ولو هو بالشكل ده، لا، كلامه نسمعه الاول ونشوف حكايته ايه. شوف، هل ده ممكن يحصل في زحل؟ قال لك ايه بقى؟ وفقا للائحه اتحاد كره السله، من حق بطل الدوري، خدوا بالكم، من حق بطل الدوري انه يتعاقد مع لاعب واحد فقط، لاعب واحد جديد. عندي لعيبه ممكن تمشي، عندي لعيبه موجوده عندي ممكن امشيها واجيب غيرها، ده في اي حته في العالم، تمام؟ فقال لك ايه؟ بطل الدوري اللي هو الزمالك ما يجيبش غير لاعب واحد فقط، ولو عايز يجيب لاعب تاني فمسمينها ايه؟ فانت كده رسوم تجاوز، يعني ان انت لو عايز تجيب لاعب تاني فلازم تدفع للاتحاد 4 مليون جنيه، 4 مليون جنيه مش 400,000 جنيه، 4 مليون جنيه. طب لو عايز تضيف واحد تالت 5 مليون جنيه، عشان يعني تدفع للاتحاد عشان تجيب اتنين لعيبه تاخد دخلهم القايمه بتاعتك بدل ما تشتريهم من النادي التاني وتدفع لهم فلوس، لا، ده انت تدفع 9 مليون جنيه لمين بقى؟ عشان انت بطل الدوري، عشان انت اجتهدت، عشان انت طلع عينك، عشان انت كسبت الاتحاد اللي كان احسن منك فكسبته، فلا، انت هنخسرك الدوري، هنخسرك، فتدفع 9 مليون جنيه انت تجيب لاعب واحد فقط. طب نمره 2 اللي هو الاتحاد يجيب 2 لعيبه وما يدفعش حاجه، طب الاهلي والجزيره اللي هم طلعوا من الدور قبل النهائي يجيبوا 3 لعيبه وما يدفعوش ولا جنيه. يعني النادي الاهلي اللي دفع 50 مليون جنيه السنه اللي فاتت وجايب عمرو الجندي وجايب عمر طارق ودفع فلوس قد كده، الاتحاد عشان احنا خدنا الدوري يغير اللائحه ويخلي النادي الاهلي يجيب 3 لعيبه واحنا نجيب لعيب واحد؟ انت بتعاقبني؟ انت بتعاقبني عشان انا خدت دوري؟ انا حاجه غريبه جدا والله العظيم. هو عشان الزمالك كسب الاتحاد يغير اللائحه؟ هو الاتحاد غير اللائحه؟ الاتحاد غير اللائحه عشان الزمالك كسب الدوري، وعشان يدي فرصه للاهلي يبني فرقته. ده اتحاد مجرم جدا، ده الاتحاد المصري لكره الاجرام مش كره السله. ازاي يعاقب الزمالك لانه خد الدوري؟ وازاي يجامل الاهلي بهذه المجامله الفجه ويغير له اللائحه بعد ما الزمالك خد الدوري؟ مش هنرد الرد للاستاذ مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد المصري لكره السله في قناه اون تايم سبورت. هي مش لائحه انتقالات، هي اسمها لائحه حمايه الدوري المصري. للاسف الشديد ان بعض الاخوه الاعلاميين هاجموا الاتحاد ان احنا عملنا اللائحه لسه عاملينها عشان نوقع نادي الزمالك. أنا بقول الأول أهو، اللائحة معمولة من قبل بداية الدوري باجتماع 16 نادي بموافقة 15 نادي ما عدا نادي الاتحاد الوحيد اللي إيه؟ اللي رفضها. تمام. من قبل بداية الدوري. نادي الزمالك موافق عليها. نادي الزمالك موافق عليها لأن هو طبعًا مش النادي كنادي، لأن كان ما كانش متوقع الزمالك إنه ياخد الأول. لما خد أول رجعوا إن إحنا عملنا كده عشان نضرب الزمالك. ليه نضرب الزمالك؟
ناس يعني اسف جدا اعلاميين مضللين للاسف. انا اسف ان بقول كده، لكن ده تضليل للراي العام واحتقان للجمهور الرياضي وجمهور كره السله. بيعمل احتقان للاسف الشديد. يعني الهدف منها ايه؟ اتفضل. الهدف منها ان انا ما مش عايز اوصل زي بعض الالعاب الثانيه ان يبقى عندي منافسه بين سيز وصاد وخلاص بقيه الانديه كومباكس. انا عايز افضل الدوري المصري بهذا الشكل، بهذه المنافسه، بقوه المنافسه احنا شايفينها، محدش عارف مين رايح فين. انا عايز اقول لحضرتك الزمالك كان كله الناس متوقعه ان السنه دي في اول موسم لو خد ربع يبقى كويس. الزمالك خد افريقيا ودوري، يعني اعلى حاجه. طب ايه الهدف؟ انا بقى انا عايز اوصل كل نادي، يعني النادي اللي خد دوري ده نادي عنده عدد لعيبه كويسه ليه حق انتقال، واحد التاني ليه اتنين، التالت والرابع ليهم ثلاثه وهكذا، يبقى انا احافظ على قوام واخلي الانديه اللي تحت تطلع كمان تنافس. شوف الكلام اللي بيقوله مجدي بيه اخطر ما في الموضوع، ان اللائحه محطوطه قبل الموسم الماضي. طب هو الموسم الماضي انتهى ايه؟ ما كانش الزمالك بطل، كان الاهلي والاتحاد بيتقاسم البطوله، ينافسهم الجزيره وسبورتنج. والزمالك كان بعيد. خلاص. اذا اللائحه لو محطوطه يبقى كانت محطوطه للي كسب السنه اللي فاتت، لانها اتحطت في نهايه الموسم الماضي وتطبق للموسم الجديد، وتطبق من الموسم الجديد. يبقى انت كان ما كانش حد متوقع مين اللي هيبقى البطل السنه دي. الحاجه الثانيه 16 نادي حضروا، ال 15 وافقوا. ما ده اللي انا جاي لك اهو. الدليل على كده ايه؟ ان ال 16 نادي 15 وافقوا، ومين اللي اعترض؟ الاتحاد. لان هو البطل. نادي الاتحاد. لان هو البطل. ايوه. حاسس ان وهو المتوقع ان يستمر بطلا. ايوه. يعني سياسته الاتحاد انه باني فرقه متوقع انه هيكون البطل بشكل لمده طويله، فحس ان هو اللي هيدار. ولذلك الزمالك رحب ضمن الانديه الاخرى. دائما. ودي اللي بتفسر لك، يقول لك هو ليه الاهلي والانديه؟ لان البطل الناس عايزه تقدر تنافسه فبتتكتل عليه، ده طبيعي، مش كرها ولا حبا. الخطوره انك انت يا اما عارف وبتكابر وبتثير كعادتك الجماهير، يا اما ما انتش عارف ومش متاكد، فكان ينبغي ان تتاكد، لان لما يطلع الرد ده هو رد محرج، يعني رد حاسم محرج. كان الزمالك الرابع وفي الدوري المرتبط كان الخامس. ما انا بقول في المرتبط الخامس وفي الدوري الرابع والخامس. يعني لو هو كان عايز يعمل دي عشان يعاكس الزمالك، كانت لو الزمالك كسب السنه اللي فاتت يقول له كان بطل، عايز توقفني بعد كده هو عايز يدفع. لكن ده هو ما يعرفش ان انت هتبقى ايه، انت الرابع والخامس، هو ايا كان. والحسابات كلها كانت تشي ان المنافسه السنه دي اهلي واتحاد. لدليل الاهلي ابتدى ببطوله صحيح، بعدين الاتحاد كسب بطوله، والبطوله الثالثه خدها الزمالك. لكن هي يا جماعه لو الاتحاد كان عدل اللائحه فجاه او حط لائحه فجاه او فصل لائحه فجاه، لا يبقى ده خطا، وكنا اول من هيدينه هنرفضه طبعا. لكن لما يكون بالله عليكم هذا النظام محطوط من السنه اللي فاتت ومتفق عليه، وال16 نادي وافق منهم 15، وحتى نادي الاتحاد السكندري لما اعترض الاتحاد المصري لكره السله ادى 15 يوم للاتحادات للانديه، اي حد عنده وجهه نظر معترض او متحفظ او بيناقش حاجه يقدمها في خلال 15 يوم. استاذ مجدي ابو فرقه قال لك ما حدش قدم، الاتحاد هو اللي ابدا تحفظ. يعني الزمالك وافق، نادي الاتحاد، يعني الزمالك وافق والاهلي وافق والجزيره وافق وبقيه الانديه ال 15 وافقوا، الكل وافق. ليه لما يتطبق اثير فتنه واقعد اثير انه النادي الاهلي انه معمول علشان النادي الاهلي واصله عشان طلع الثالث فبيعملوا له كذا؟ ده منطق؟ طب هل الاتحاد المصري هيغير اللائحه ولا لا؟ ده كمان كلام الاستاذ مجدي ابو فريخة. في حاجه اضافيه، انك انت من حقك انك انت تجيب واحد واربعه معاهم، بس اربعه ببنالتي يدفع فيهم غرامات. الغرامات دي الناس كلها شايفاها انها عاليه.
ايا كان الرقم، لكن ده محطوط رقم بناء على موافقتهم. لما جم يدفعوا بقى وبداوا يفكروا وبداوا يتكلموا. نقول الارقام برضو اللي الناس بتتهم اتحاد السله ان هو عايز الفلوس دي. اتحاد السله هياخد 10% من اي رقم، والنادي هياخد 5% من الرقم. 15 نادي، النادي سين هيدفع 4 مليون جنيه. ال 4 مليون جنيه كل نادي في ال 15 نادي التانيين هياخد 5% منهم ب 75%. الاتحاد هياخد 10%، المناطق على مستوى مصر كلها تطويرها هياخد 10%، الحكام تطويرها هياخد 5%. طب هل الموضوع ممكن يبقى فيه دراسه ان ممكن يبقى السيزون ده سنه انتقاليه؟ لا ما ينفعش دلوقتي. ليه؟ لو انا عملته دلوقتي يبقى انا عملته عشان سين او صاد. لكن ما ينفعش لائحه انا عاملها وموافق عليها الانديه الدوري كلها ان انا ارجع الغيها تاني خالص. الغيها تاني خالص. طب يعني هيبقى في حالات استثنائيه؟ الغيها تاني خالص بشرط واحد، موافقه 16 نادي. ما ممكن 16 نادي يوافقوا؟ لا طبعا استحاله. طيب يعني حتى الفلوس اللي تم الترويج ليها الحق دول عايزين ياخدوا فلوس، طب هيودوا الفلوس لفين؟ ويبدا يبقى في اشارات سلبيه شويه. بيرد رئيس الاتحاد قال لك الفلوس دي مش لينا، الاتحاد المصري كل اللي هياخده من الحدوته دي 10% تقريبا، انما الباقي كل الفلوس ما بين انها تتوزع على بقيه انديه المسابقه من الكل بنسبه مئويه، وفي مناطق الاتحاد واخده نسبه 10% لاعاده تطويرها والارتقاء بيها، والحكام لاعاده تطويرهم والارتقاء بيهم. يعني الفلوس بشكل شفاف، وانا هنا مش بتكلم على اتحاد السله، انا بتكلم على انه في معيار شفاف جدا، لائحه اتحطت من الموسم اللي فات، ضوابطها وارقامها والنسب المئويه لتوزيع عوائدها واضحه جدا. عندك خلاف في كده نتكلم في المضمون، لكنه ارجوك الترويج لفكره ان ده معمول عشان النادي الاهلي وللاضرار بنادي الزمالك، ده بيوتر الاجواء بين الجماهير وبيغذي التعصب بين الجماهير اكتر وبيعزز فكره المظلوميه والمؤامره.